قمتم بعمل رائع يا أبطال. أحسنتم. نعود لنكمل درسنا ونتعلم رقما جديدا، وهو الرقم الذي يلي الرقم 13. يا ترى ما هو الرقم؟ انظروا إلى القوارب في البحر. قوارب زرقاء تقف على الميناء، وقوارب برتقالية اللون تبحر. كم قارباً ترون في البحر؟ هيا بنا نعدها معاً. نبدأ العد من القوارب التي تقف على الميناء. القوارب الزرقاء: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 10 قوارب زرقاء. ثم نعد القوارب برتقالية اللون التي تبحر: 1، 2، 3، 4. 4 قوارب برتقالية اللون. 10 قوارب زرقاء وأربعة قوارب برتقالية اللون. 10 و4. ما هو الرقم الذي يتكون من 10 و4؟ لنعد القوارب الزرقاء والبرتقالية معا: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 11، 12، 13. والرقم الذي يأتي بعد الرقم 13 هو الرقم 14. 14 قارباً في البحر. والرقم 14 مكون من 4 و10. 14. والآن يا أصدقاء، أحضروا قلماً ودفتراً وتعالوا نتعلم طريقة كتابة الرقم 14. هيا بنا نبدأ بكتابة الرقم 4 كما تعلمنا، من اليمين إلى اليسار هكذا، ونمشي بخط أفقي من اليمين لليسار، ثم ننزل ونمشي بخط مائل من اليسار إلى اليمين للأسفل هكذا، ثم نرسم خطاً آخر من اليمين إلى اليسار هكذا، وخطاً مستقيماً أخيراً مائلاً من اليسار إلى اليمين من الأعلى هكذا، وننزل للأسفل بخط مستقيم، ثم نتحرك إلى اليسار ونكتب الرقم 1 من الأعلى للأسفل بخط مستقيم. أحسنتم. تعالوا نحاول مرة ثانية. نبدأ بكتابة الرقم 4 كما تعلمنا، من اليمين إلى اليسار هكذا، ونمشي بخط أفقي من اليمين لليسار، ثم ننزل ونمشي بخط مائل من اليسار إلى اليمين للأسفل هكذا، ثم نرسم خطاً آخر من اليمين إلى اليسار هكذا، وخطاً مستقيماً أخيراً مائلاً من اليسار إلى اليمين من الأعلى هكذا، وننزل للأسفل بخط مستقيم، ثم نتحرك إلى اليسار ونكتب الرقم 1 من الأعلى للأسفل بخط مستقيم. أحسنتم. حان وقت لعبة إيجاد الرقم 14. هيا بنا نلعب يا رفاق. ضع علامة صح عند كل رقم 14 في المجموعة الأولى. 14 و14. نضع علامة صح
عند كل منها. ضع علامة صح عند كل رقم 14 في المجموعة الثانية. 14، نضع علامة صح عنده. رائع، لقد وجدتم الرقم 14 بجدارة. حان وقت لعبتي المفضلة يا أبطال، وهي لعبة عد عناصر الصور. هيا لنلعبها معا. إنها صور حلوى شهية. الصورة الأولى، كم عدد الحلوى فيها؟ هيا نعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. الصورة الثانية، كم عدد عيدان المصاص فيها؟ هيا نعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 عود مصاص. الصورة الثالثة والأخيرة، كم عدد الحلوى فيها؟ نعدها معا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 حبات حلوى. لقد استمتعت باللعب معكم. أحسنتم. حان الآن يا رفاق وقت انتهاء رحلتنا في درس اليوم الممتع. تعلمنا فيه الرقم 13 مكوناته وكتابته، الرقم 14 مكوناته وكتابته، كما تعلمنا العد بتسلسل الأرقام من الرقم 1 إلى الرقم 14.